وفي ذات الإطار أكد مسؤولان فلسطينيان رفض اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال وما يسمى بصفقة القرن، مشيران إلى وحدة الموقفين الشعبي والرسمي بهذا الخصوص. نتابع. إذن هي فعاليات مركزية في مختلف أنحاء المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تأتي تلبية للبيان رقم 1 الصادر عن القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية. فما هي رسالة هذه الفعالية؟ يقولها لنا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم. رفضنا لهذا التطبيع والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني صاحب الإرادة، هو صاحب الحق، وهو صاحب الهوية وصاحب البقاء، ولن يساوم ولن يتنازل عن أرضه. وقوتنا في وحدتنا، وقوتنا في صلابة إرادتنا، وفي تأكيدنا على أن هذه الأرض هي أرضنا. هنا في رام الله، في نابلس، في طول كرم، في جنين والخليل، وفي معظم محافظات قطاع غزة، وحدة وطنية ترتفع خلالها رايات الفلسطينية، العلم الفلسطيني وحده في الميدان يؤكد على رفض صفقة القرن، على المواقف الفلسطينية الرافضة لمخطط الضم والداعية للتمسك بمبادرة السلام العربية. إذن هنا أتحدث أكثر عن الموقف الفلسطيني الرسمي مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيد صالح رأفت. سيد صالح، بداية، كيف نصف اليوم الموقف الرسمي الفلسطيني في يوم الغضب الذي يأتي تلبية لدعوة القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية؟ الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني مصمم على مواجهة هذا التطبيع اللي بتم برعاية من إدارة ترامب، التي أطلقت ما يسمى بصفقة القرن، التي تريد أن تصفي القضية الوطنية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني سيواصل صموده على أرضه الوطنية ويواجه بكل أشكال المقاومة الشعبية كل إجراءات الإسرائيل، إجراءات الضم وغيرها، وإجراء تهويد القدس، وإجراءات تجديد حصارهم لشعبنا في قطاع غزة. ما هي الخطوات المقبلة للقيادة الفلسطينية على الصعيد السياسي؟ نحن نواصل العمل شعبيا على الأرض ودبلوماسيا على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي. هذه هي الفعاليات الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن ولمخطط الضم ولكل الإجراءات الصهيونية الأمريكية على الأرض الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. هذه هي الفعاليات في كل أنحاء الوطن الفلسطيني التي تقول لا لاتفاق السلام الموقع في البيت الأبيض بالتزامن مع حدوثه هنا في الأراضي الفلسطينية، بالتحديد في مدينة رام الله.